pulse rectifier, 3 pulse rectifier waveform راح تكون 60 60 60 عفوا 120 نفس الشيء هون 120 نفس الشيء هون 120 اذا احنا هون لو بدي احسب الان اف او في افريج اذا كان ها فولتج مثلا في افريج بتساوي ضغط 1 على 2 باي من 0 ل 2 باي في ماكس ساين اوميجا 0 بالصفر دي اوميجا 3 بي عندنا نضرب 3 نضرب 3 او كل شيء هلا بقدر انا اخذ هاي بضرب بثلاثه فاول شيء بعمله بضرب بثلاثه وباخذ هذا على 2 باي انا هون بدل ما تصير من صفر ل 2 باي بدي اخذها بالفتره هذه بس مضبوط هلا خلينا نطلع هاي الزاويه قديش هاي النقطه ايش هي؟ 90 مضبوط بالنسبه للويف فور لو اخذتها بالنسبه للساين هاي الساين هاي النقطه هي 90 العرض كله قديش 120 اذا هاي بدها تكون قديش؟ 60 قبل ال 90 و 60 بعد ال 90 اذا هاي بدها تبدا من وين؟ 60 اذا هون بدها تبدا من 30 ل 150 مضبوط؟ يعني هون بدي اعمل اذا بدي احطها بالديكريز رح تكون 30 من هون ل 150 من هون وهاي رح تضل هون بي ماكس ساين اوميجا تي دي اوميجا تي 30 ديجري كم ريديان؟ 6 باي باي على صفر باي على صفر مش هيك السوسن يعني هي هاي بتصير باي على صفر طب 150 قديش؟ 150 كم 30 فيها؟ 5 اذا بتصير 5 باي على صفر يعني احنا هون كملنا بس لفتره 120 درجه بس لازم اعرف اي 120 درجه اسنترهم عليها وهي هون صار 3 على 2 باي هلا هون بصير عندي نفس الشيء بطلع بي ماكس برا عندي هون ضلت 3 على 2 على باي هون راح يكون عندي هلا ماينس كوساين اوميجا تي لكن من باي على 6 ل 5 باي على 6 كوساين ال 30 قديش؟ ساين ال 30 نص كوساين ال 30 جذر 3 باي جذر 3 على 2 مش هيك؟ لكن بدي انتبه الكوساين بالحاله هاي راح يكون ماينس يعني هي كوساين 5 باي على 6 150 مضبوط هاي الزاوية هون 150 الكوساين من هاي هذا الكوادرنت ايش؟ بوزيتيف هون نيجاتيف مع النيجاتيف شو بصير؟ بصير بوزيتيف ناقص ناقص زائد جذر 3 على 2 هذا كله مضروب في 3 على 2 باي بي ماكس جذر 3 على 2 زائد جذر 3 على 2 شو بعطيني؟ جذر 3 بصير عندي 3 جذر 3 2 باي بي اكس خلينا نحسبها هاي مثلا لو اخذنا نفس المثال لو اعتبرناها هون كانت 310 فولت من هون قديش بيطلع لنا الافرج بالحاله هاي؟ عندنا 3 في جذر 3 في جذر 3 على 2 على باي بعطيني 0.826 بضربها ب 310 بتعطيني 256 هل هي اعلى من السابقه؟ قديش كان عندي التو بالز؟ الافرج 197 مش هيك؟ والهاف ويف ريكتيفاير كان نص 197 هون هذه اعلى صارت رح تكون طبعا بين هدول القيمتين اللي موجودين مضبوط؟ هاي القيمه قديش هاي؟ هاي رح تكون نص لانها هاي ساين ال 30 مضبوط؟ هاي رح تكون نص يعني هاي رح تكون 155 وهاي القيمه اللي فوق 310 155 اذا هذا الرقم لازم يكون ما بين 155 310 لكنه مش الافرج ها مش نص المسافه بين ال 310 وال 155 واضحه هي النقطه انه هذا مش ماشي واضحه هاي الافرج كيف حسبناها